أهلا بيكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. خلص المهرجان، أخيرا خلص مهرجان الجونة. بس قبل ما نسيب الكلام عن المهرجان كان لازم نتكلم عن المفاجآت اللي حصلت فيه، واللي أولها كانت عقد قران درة من رجل الأعمال هاني سعد، وكمان خطوبة الفنانة بشرة، وكمان غياب منى زكي عن المهرجان واللي ليه سبب طبعا هنقوله جوه الفيديو. وطبعا مش هننسى ملكة المهرجان اللي لازم تسيب لنا أثر نفضل نتكلم فيه لحد المهرجان بتاع السنة الجاية، الفنانة رانيا يوسف وفستانها بصرة. وطبعا مش أنا اللي اخترعت الاسم ده انتشر على السوشيال ميديا بالاسم ده، وقدام حضراتكم الصورة. يلا ندخل على الخبر بتاعنا، بس قبل ما نقرأ الخبر لو سمحت انزل تحت اعمل لايك للفيديو. تصدرت النجمة رانيا يوسف تريند محرك البحث في جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة على هامش الحفل الذي يقام تحت اسم السينما في حفل موسيقي. يا جماعة أنا بعترض على الاسم ده، سينما في حفل موسيقي، فين السينما وفين الحفل الموسيقي؟ احنا بنتفرج على حاجات تانية خالص. اللي بيشاركني في رأيي يقول لي تحت في الكومنتات ويحط عنوان للي احنا بنشوفه ده. ظهرت النجمة رانيا يوسف على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بجامبوست شورت لفتت به الأنظار، وكان السبب في تصدرها تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي طبعا كالعادة خلال الساعات الماضية. والحقيقة أن رانيا يوسف ما حرمتناش من أي حاجة طول الأسبوع اللي فيه المهرجان، لبست لنا كل الألوان وكل الأصوات، بس هي خلت التقيل للآخر وطلعت لنا بالفستان أبو صرة في اليوم اللي قبل الأخير للمهرجان. أما بقى اليوم الأخير ما اكتفتش بنفسها بس، لأ دي كمان جابت بنتها معاها، ودي بقى بنتها اللي حطتها على أول سلمة للانحراف. وطبعا هتحسوا أن الفستان اللي لابسه بنتها ده أنت شفته قبل كده، أكيد طبعا شفته قبل كده، لأن ده الفستان اللي طلعت بيه رانيا يوسف في نفس المهرجان السنة اللي فاتت، والفستان ده حصل عليه جدال كتير السنة اللي فاتت. وطلعت رانيا يوسف وقالت يا جماعة أنا نسيت ألبس البطانة، ويظهر والله أعلم إن بنتها كمان نسيت تلبس البطانة، أكيد نسيت أكيد، إحنا هنصدق إن هي مش متعمداها ونسيت أكيد. الحقيقة بقى إن الفنانة رانيا يوسف فاجئتنا وكان ليها تعليق دمه خفيف جدا. علقت الفنانة رانيا يوسف على ارتداء ابنتها نانسي فستانها المثير للجدل في الفترة السابقة بسبب البطانة قائلة الفستان عملت مشاكل حلوة ودمها خفيف ومشاكل شقية وده كويس، هو كله غم غم مفيش فرفشة. مش بس كده، دي كمان مدام رانيا قالت عيالي بيشجعوني على الشقاوة. طبعا أنا معترض على كلمة الشقاوة دي، ممكن نشيلها ونحط بدلها الابتزاز الانحراف، هتبقى أشيك بكتير على جو خفة الدم اللي احنا فيه ده. نسيبنا بقى من رانيا يوسف ونخش على الخبر التاني. احتفلت الفنانة بشرة بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة الذي أقيم مساء الجمعة وحضره عدد كبير من نجوم الفن. واندهشت الفنانة بشرة أمام الجميع بلحظة تقديم خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل خاتم ألماس، وطلب يدها أمام الجميع مما جعلها تبكي من الفرحة. وتساءل الجميع عن رجل الأعمال سالم هيكل وكيف تعرف على بشرة. سالم هيكل رجل الأعمال هو صديق الطفولة للفنانة بشرة، بس هو أصغر منها بست سنوات. سالم هيكل من مواليد شهر أغسطس عام 1982، أي يصغر بشرة بست سنوات. يعمل سالم هيكل كمدير مبيعات لشركة بيجو للسيارات الشهيرة. أما عن الفنانة درة فانتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تزعم بعقد قران الفنانة التونسية درة على رجل الأعمال هاني سعد وأن الزواج سيكون اليوم في الجونة. ونفت الفنانة درة ما تردد عن عقد قرانها في الجونة مشيرة إلى أن ما نشر غير صحيح. وقالت درة أنا حاليا أتواجد في القاهرة ولا يوجد اليوم عقد قران، ولكن في مصادر أكدت أن عقد قران فعلا درة بعد 3 أيام. بس من الواضح ان درة مش عايزة حياتها الشخصية تبقى حديث السوشيال ميديا، وطبعا ده حقها وهي صراحة معروفة بكده. اما بقى عن غياب النجمة منى زكي عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، رغم ظهورها في المطار وسفرها الى المدينة اثار الجدل بين الجمهور الذي تساءل عن السر في ذلك، حيث لم تظهر منى زكي حتى الان في اي من فعاليات مهرجان الجونة. وقالت منى زكي عن سر غيابها عن المهرجان إنها ترغب بالظهور في حفل الختام فقط دون الافتتاح والفعاليات، خاصة وأنها من المنتظر تكريمها في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يعقد في الأول من ديسمبر المقبل.
والذي سوف تمنح فيه جائزة فاتن حمامة للتميز. هو كمان لسه فيه مهرجان في أول ديسمبر؟ هو احنا كنا لسه خلصنا من مهرجان الجونة؟ وفي نهاية الفيديو احنا تعودنا على كده، مهرجان الابتزاز، مهرجان الانحراف، مهرجان زي ما تسموه، بس بلاش نقول سينما وصناع سينما وكل الكلام المستفز ده. عمر ما كانت الشياكة بالطريقة ديت ولا باللبس ده. في ناس ظهرت في المهرجان احنا ما ذكرناهاش، بس بسيطة جدا وجميلة جدا وغاية في الجمال. ونبدأها طبعا بالجميلة هبة مجدي، شياكة واحترام وأخلاق هي وجوزها، ومحدش يقدر يتكلم عليها ولا نص كلمة، قمة الأناقة. وطبعا ما ننساش الجميلة حنان مطوع. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل أخبارنا.